وفي هذا درس لكل امرأة خرجت متبرجة اختارت معصية الله على طاعته ورضاه. رأينا الأمة الواحدة، أمة الجسد الواحد، كيف يكون التكاتف والتعاضد والتراحم. رأينا شيئا عجيبا، يعني أنا تذكرته الآن، ما كتبته قبل ذلك ولا تحدثت فيه، أن المتاجر الكبرى مغلقة لأن الحياة معطلة، والمحلات موجودة فيها البضائع، ما رأينا محلا كسر ولا تجارة نهبت ولا حرمات اعتدي عليها كما نرى في المجتمعات الأخرى التي انخف عنها صوت القانون أو سيف الدولة، تحولوا إلى شريعة الغاب وأكل القوي فيهم الضعيف. هذه الأزمة أظهرت أمة الجسد الواحد، فرأينا الجمعة الماضية كيف أن أهل غزة جمعوا من مساجدهم $1,000,000 حمل التبرعات في غزة المحاصرة من دول العالم، بل العرب في أرض 48 أرض المحتلة جمعوا أيضا كهذا المبلغ أو يزيد. وزاد عن أهل غزة أن رأينا اليوم مجموعة من الروهينجا، شعب الروهينجا المسلم المطارد الذي لا مأوى له، وهو يطالب بجمع القليل للمساهمة والمساعدة مع الإخوة في تركيا والشمال السوري. كذلك فعلت الإمارة الإسلامية في أفغانستان وهي محاصرة من العالم كله ولا يعترف بها أحد، أرسلت أيضا مساعدات وعرضت المساعدة على إخوان العقيدة على المسلمين في تركيا وسوريا.